الحمد لله النهارده يعني مصر بتستقبل اول جرعه من خلال مرفق الكوفاكس التابع لتحالف الجافي. التحالف ده ظهر مع اول ايام يعني جائحه فيروس الكورونا المستجد، وكان يهدف لتوفير اللقاحات للعديد من دول العالم، خصوصا الدول منخفضه الدخل او متوسطه الدخل. النهارده مصر بتستقبل الشحنه اللي فيها حوالي 850 الف جرعه من اللقاح استرازينيكا ضمن حزمه من اللقاحات تصل لحوالي 40 مليون جرعه سيتم توريدهم من خلال التحالف الجافي خلال عام 2021. الحقيقه دي يمكن اول شحنه كبيره بتصل لدوله في قاره افريقيا، وده طبيعي لمكان ورياده مصر في القاره الافريقيه وفي المنطقه. والشحنات ديت هتساعدنا ان شاء الله على مضاعفه المجهود لاعطاء وتوفير اللقاح لكثير من الفئات. الموقع الخاص بوزاره الصحه بيستقبل تسجيل المواطنين. احنا دلوقتي بندي اللقاح للفرق الطبيه واصحاب الامراض المزمنه، لكن مع المزيد من اللقاحات زي الجرعه او الشحنات اللي احنا استقبلناها النهارده هنتوسع خلال الفتره الجايه ان شاء الله ان احنا نشمل فئات اخرى غير الاطقم الطبيه واصحاب الامراض المزمنه وكبار السن. احنا متوقعين خلال شهر ان شاء الله ان احنا الشحنات اللي هتيجي من المرفق تصل ل 5 مليون جرعه. الفتره الجايه احنا عاملين يعني شراكات او متوقعين ان تيجي الكثير من انواع اللقاحات، خصوصا من شركه ساينوفارم الصينيه. احنا استقبلنا بالفعل شحنتين كانوا هديه من جمهوريه الصين الشعبيه ومن دوله الامارات العربيه المتحده من لقاح ساينوفارم الصيني، ده احد اللقاحات المعطله. ومتوقعين الفتره الجايه يزيد التوريد من لقاح استرازينيكا، وان كان الحمد لله مصر برضو يعني بتحاول انها من خلال تنوع مصادر اللقاحات انها تجد لنفسها فرص لتوفير اللقاحات الفتره الجايه. وكذلك يعني عندنا فرصة كبيرة في التصنيع مع شركة ساينوفاك الصينية، وده يمكن بدأ من حوالي 3 شهور تقريبا، وقربنا ان احنا نوصل للاتفاق النهائي لتوقيع العقد الخاص بالتصنيع في مصانع فاكسيرا، وده يمكن هيخلي مصر في مكان يعني تستحقه انها تبقى من الدول الاوائل اللي بيطلع منها لقاح فيروس الكورونا المستجد من على اراضيها في مصنع من اعرق مصانع تصنيع اللقاحات في المنطقة. اهمية اليوم يمكن دي اكبر شحنة مصر تستقبلها خلال الفترة اللي فاتت، وده يعني التحالف الجافي ده اول شحنه بنتلقاها من التحالف الجافي، والكميه المتوقعه وصولها 40 مليون جرعه. دي كميه كبيره جدا من اللقاحات، وهتسمح لنا فعلا بان احنا نضاعف مجهودنا ونزود الاعداد المتلقيه للقاح، وهيسمح لنا دوت ان شاء الله بسيطره افضل على الوباء خصوصا في الفتره القادمه ان شاء الله. بيفترض ال 40 مليون جرعه دول بيتم توزيعهم على العام اللي هم 2021 طبقا لمخطط التوريد. نتوقع ان احنا خلال الشهر القادم ان شاء الله ان احنا نكمل الجرعات ل 5 مليون جرعه، وتباعا ان شاء الله هنوصل ل 40 مليون جرعه. طبعا ده مصدر وحيد اللي هو تحالف الجافي، لكن من المصادر الاخرى ان شاء الله نتوقع ايضا وصول يعني ملايين الجرعات من المصادر الاخرى. يعني طبقا لتوصيات منظمه الصحه العالميه ان احنا يفترض بينا ان معظم الدول تستهدف تطعيم حوالي 60% من تعداد شعوبها. اقصد ان احنا لو بنتكلم على ان احنا مستهدفين تطعيم 60 مليون شخص بحوالي 120 مليون جرعه. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، مصر تستقبل اكبر شحنه في الفتره اللي فاتت واكبر شحنه في اقليم شرق المتوسط. احنا بنستلم النهارده 850 الف جرعه، ودي اكبر شحنه تم تسليمها لحد دلوقتي في اقليم شرق المتوسط اللي هو بيضم 22 دوله. ده بناء في معطيات كتيره بتخلينا نقدر نحدد كميه التطعيم اللي اي دوله بتاخده، عدد السكان، البنية التحتية اللي بتخص الفاكسين، في مؤشرات كتيرة بنستخدمها. وعشان كده الحمد لله أنا يعني مصر النهاردة خدت خطوة مهمة جدا إن هي استلمت 850 ألف جرعة من أسترازينيكا. أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، إحنا بنشتغل بشكل يومي مع وزارة الصحة العالمية on daily basis. ده تكليل مجهود تم أشهر كل قطاعات في وزارة الصحة كانت شغالة تحت قيادة معالي وزيرة الصحة، مكتبنا مكتب منظمة الصحة العالمية، كل الشركاء اليونيسيف كانوا شغالين معانا، دكتورة نعيمة الجسير مدير مكتب منظمة الصحة العالمية كانت بتدي الدعم، بحيث ان النهاردة احنا استلمنا التطعيم ده بعد ما عملنا وقدمنا اوراق وخطة قومية مصرية بتبين ازاي مصر هتستخدم الفاكسين، ازاي هتحفظه، ازاي هتدي للناس، ازاي هتعمل توزيع، خطه التوزيع، ازاي تضمن ان مفيش اي مشاكل، ازاي تقدر تتابع المشاكل والسايد افكتس، كل الكلام ده. وبناء على كده مصر خدت الشحنه دي. متوقعين ان في خلال ايام واسابيع ان شاء الله في شحنه جايه ان شاء الله. جائحه كوفيد خلت كل يعني كانت اختبار قاسي للعالم كله، دول اوروبيه، دول افريقيه، في اسيا كان اختبار قاسي.
أنا شايف إن الحكومة المصرية ومصر بتاخد خطوات قوية فعالة متماشية مع قدراتها وإمكانياتها، وفي كل يوم إحنا شايفين يعني الحمد لله في نجاحات وخطوات ثابتة. أكيد في مجال لإن إحنا نحسن وإن إحنا نطور وإن إحنا يكون نقدر نرتقي بأدائنا، بس بشكل مجمل مصر الحمد لله يعني اجتازت لحد دلوقتي الموجة الأولى والثانية والثالثة وإحنا فيها بشكل كويس. في ثلاث فئات أكثر احتياجاً، الفئة الأولى إحنا بنتكلم على الأطقم الطبية، الفئة الثانية إحنا بنتكلم على كبار السن اللي هم فوق 65 سنة، الفئة الثالثة اللي هم الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. دي الثلاث فئات اللي هم لازم تكون على رأس الأولوية إن هم يستلموا التطعيم. This would not have been possible without the leadership of her. النهاردة اللي وصلت مصر هي نقدر نقول إن هي أكبر شحنة وصلت مصر، بس ما نقدرش نقول في أفريقيا، ما نقدرش نقول في أفريقيا، ولكن هي في الشرق الأوسط. وهي وصلت مصر بالتعاون مع يونيسف، مع وزارة الصحة المصرية، منظمة الصحة العالمية، وعبر مرفق كوفاكس النهاردة. وأحب أشكر دكتورة هالة زايد لوزارة الصحة بمصر، وكمان على مجهودها اللي عملته لتوصيل اللقاحات وتوريدها واللقاحات دي كمان. وبحب أشكر الجهات المنحة في مصر، هي جهات عديدة هي المقدمة الدعم المادي، وكمان اللقاح النهاردة الفيروس كورونا وملوش تأثير على قوي على الأطفال، ولكن على الكبار في السن.